مصابين سرطان الثدي او لنحمي حالنا من الاصابه بسرطان الثدي، عاده بنقولهم انه نوع كميه الاكل بالصحن ونوعيتها هي اللي بتاثر، فثلثين الاكل تحتوي على البقوليات الفواكه والخضروات، والثلث الباقي اللي هو يعتبر من البروتين، ولازم نحدد ايش نوع البروتين لانه في انواع اللحوم مثلا الدهنيه جدا اللي فيها نسبه دهون عاليه وسعرات حراريه عاليه، عاده بنقولهم انه تجنبوها. مثلا لما بدهم ياكلوا الدجاج ياكلوه لما يطبخوه منزوع الجلد. الاسماك لازم يدخلوها بنظام حياتهم. بالنسبه للحوم الحمراء نحاول انه بس يومين بالاسبوع ندخلها بالنظام فقط مش أكثر، وممكن نعوض بالألبان والأجبان قليلة الدسم.